مزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي. أرحب بك أستاذ حسن. أهلا بك معنا وحدثنا برأيك أهمية مشاركة حزبكم في هذه الجلسات للحوار الوطني في هذا التوقيت. طبعا الحوار ده مهم جدا وهو حوار غير مسبوق لعدة عوامل كثيرة جدا. أنا حزب قديم من سنة 90 وحضرت تحورات كثيرة من قبل، إنما الحوار بالطريقة دي اللي معمول بها بصراحة حدث غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية لعدة عوامل. أما إن بيتم تغطية على كاملة على كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، هتحضر تغطي جلسات الحوار دي كلها، ودي ما حصلتش قبل كده في أي جلسات حوار من سنة 90. هيبقى عمر أو مسمع من الجميع والمجتمع كله. نمرة 2، إن الجهة التي تدير الحوار هي جهة محايدة وليست جهة مهيمنة على الحوار، على الحوار كما كان يحدث من قبل الحزب الوطني. كان كل الحوارات قبل كده في جهة مهيمنة، دي جهة محايدة ولا همها إلا مصلحة الوطن وعرض كل الأمور بكل دقة وكل شفافية. نمرة 3، نعم، إن القيادة السياسية متمثلة في أعلى قيادة في الدولة في خمسة رئيس السيسي بيتابع بنفس الحوار، وإحنا شفنا إن لما تم عرض عليه الشرف القضائي خد قرار فورا وتم طرحه لتنفيذه على أرض الواقع. نمرة 4، إن عدد المحاور الثلاثة انبثق منها 19 لجنة واللجان بقى فيه منها 13 فرع مغطية كل النواحي اللي يفكر فيها الشعب المصري والمجتمع كله بصراحة شاملة ووافية وجامدة. إن دي فعلا لو تمت دي هتعتبر بمثابة دستور جديد يوضع لكل الحياة السياسية القادمة بعد كده ويستعين به كل الأجيال القادمة. في النقطة الثانية اللي هي بالنسبة للحوار، إن لماذا الحوار الآن؟ الحوار الآن لأن الوضع يعني اللي تم فيه سيادة الرئيس للأمور وزمام الأمور منذ أن تولى الحكم كان فيه عوامل كتير جدا، كان شفنا الإرهاب وكان تم تفويض سياده الرئيس للقضاء على الارهاب، فتم عمل انغلاق سياسي للقضاء للارهاب، ودي كانت خطوه مهمه جدا لانقاذ البلاد من براثن اللي كان بيحصل معاه والهدم في الخارج والداخل كانوا بيحاولوا يهدوا البلد، والهدم خلص الارهاب الحمد لله. نمره 2، كان في ملف شخصي بصراحه من أسوأ ما يمكن. احنا كنا شفنا ان كان المصريين عددهم كام اللي كان عندهم فيروس سي، فطبعا تم اتخاذ القرارات وتم عمل مبادرة 100 مليون صحة وتم القضاء على هذا البلد على هذا الوباء نهائيا. نمرة 3، كلنا نتذكر ان في عهد السابق الرئيس السابق المبارك ان الكهرباء كانت بتتقطع منطقة يجي لها كهرباء وبعد ساعة تتقطع عن منطقة ثانية وتروح منطقة كده، فكان ملف الكهرباء ده ملف يعني من أسوأ ما يمكن، فتم معالجة هذا الملف نهائيا، بل دلوقتي بقى في تسجيل للكهرباء. في ملف حياة كريمة، احنا عندنا الكرة اللي كانت موجودة دي، دي كانت مصدر لفيهاش شرط صحي ولا فيها مياه ولا فيها كهرباء، فكان ممكن تعمل أوبئة في مصر. حكولنا نتذكر أيام زمان وباقي الكرة لما قضى على كثير من المصريين، فتم معالجة هذا الأمور وإن دلوقتي شفنا حياة كريمة دخلت الكرة وهيتم القضاء على كل الكرة اللي موجودة ونقلها لنقل حضرية بمساكن جميلة جدا. نعم. الملف بعد كده كان ملف العشوائيات، كانت في بؤر فساد جوه القاهره وجوه اسكندريه جوه المدن الكبيره، فتم معالجته وتم القضاء على العشوائيات. احنا شفنا حي الاسمرات وشفنا الفرق بين الملف ده وبين السكن ده، بين جناين ومراكز الشباب وبين الحاجات الضيقه، وكان اكثر من 12 نفر في الاوضه والحجره، فدي تم القضاء على جزء كبير جدا من العشوائيات وناشرين بنعمل. بعد كده طبعا الطرق والكباري اللي تمت دي ونقلت مصر نقله حضريه ما حصلتش، ان من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها كميه الطرق والكباري، احنا كان عندنا الدنيا بتتقدم كلها، اي مستثمر كان بيجي كان بيخش على جوجل بيشوف ان لو هياخد مسافه في القاهره من هنا لهنا هياخد وقت قد ايه، بتجيب له بالساعه، فطبعا دي كانت بتقول لا يمكن اجي استثمر في بلد، ودي حصلت من تجربه معايا فعلا، قال لا يمكن استثمر في بلد او اجي اخد امر اوردر ويكون عندك طرق المصادر بالطريقه دي. فبعد القضاء على كل الحاجات دي دلوقتي احنا داخلين، وبعد ما سياده الرئيس جاهز المناخ المناسب جامد جدا جدا، نعم، بيقول تعالوا اتفضلوا اللي عنده اراء عايز يقولها، و
ونتناقش فيها ونتحاور، يعني كمان في فرصه ان هيحضر بعض اعضاء الحكومه، فيبقى حوار يعني سياسي جميل جدا جدا، حوار شفاف، حوار صريح. طبعا احنا طبعا مش عايز اقول لك ان مصر غنيه جدا، عندها موارد كتير جدا، ازاي ما بيحصلش كده؟ طبعا لازم يعرفوا ان الجهه اللي عليها القرار لازم عليها ضغوط جامده جدا عشان تقدر توفي وتغطي كل الحاجات دي. رب الاسره يعني الاول شاف الامراض وشاف الاوبئه وشاف الحاجات دي، وبعد كده بينتقل لما هو افضل لحياه المصريين كلهم. احنا كلنا دلوقتي اللي عايز يتفضل يجي، وهيبقى في حوار شفاف صريح جدا. القرار اللي هيتاخد هيبقى لمصلحه الشعب، ظل الظروف اللي يقدر يحكم بيها. احنا اشكرك، شكرا جزيلا الاستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، كنت معي هاتفيا من القاهره.